على قناة الحوار التونسي يرافقكم فيها كالعادة فتحي المولدي جولدن بوي مراد زغيدي الجميلة سونيا اليونسي المتألق محمود البارودي نجم الفنانين مقداد السيلي والمتألق الجهبد العملاق زياد المكي يلا رحلتنا مكملة موصلين معاكم بالألعاب بعد شوية تلع لغناية ولكن قبل هذا نمشي ونعملوا تلع لعالم النجوم شنو صار في ستار ماكا بيير بالما دلومو ساعات على الفنانين توينس عرب يقولوا صغار كورجيه ما يعرفوش يجاريوا الشهره الفلوس الاضواء وغيره وكذا نحكيو على فنان عمره فوق 60 سنه كاريرو عمرها فوق 30 سنه واليوم العنوان نجم نقولوه على بيير بالما هو النزول الى الهاويه فتحي نجم نقولوه ارهابي ادمان ارهابي الطريق قضى حياه اربع اشخاص واحد توفى جنين عمره 6 اشهر ستة أشهر وكي عملوا سيزاريان هبط حي وقابل للحياة حتم حياة ثلاثة أشخاص أخرين رجل توا من 10 فيفري في غيبوبة في الكوما ولد عمره 6 سنين قعد 20 يوم في المستشفى كي خرج لليوم ياكل بالصوند ياكل بطريقة معناها ما يرجعش المكتب المرأة تحطمت عمرها 27 سنة المرأة وأجانب هذا ما همش فرنسيين الشخص هذايا مع الاسف معناها كارير نتاعو تحب قداش ولكن عقوبات كثيره لانه يسوق تحت تاثير الكوكايين والحادث مريع السرعه الحادث مريع سرعه كبيره وكان ماشي في طريق وخرج مباشره ودخل مباشره في السياره الاخرى السيد هذايا عاملينو براسلي نكملوا له شركه الواه واخرج يا بابا بطبيعة الحال كان ياخذ دبل قذرة ويعاود يدخله لا بطبيعة معناها هذا حتى الفرنسيس بيدهم اللي يحبوه واللي صحابه واللي يمثلوا معاه والعديد من الممثلين والممثلات يحبوه برشا ويعشقوه سيبوه قالوا هذا إرهاب ما قام به إرهاب مع الأسف شو يعملوا معاه هو مرض هو عمل كريس كاردي هو عمل لا ورجع رجع يتكلم الآن يتكلم وآخر الأخبار اللي عندي نهارين يتكلم في حالة عادية ولكن برسلي في الحرية كاملة وأنا اللي سخفني قلت البارح نتفرج في قريب العائلة هذه قال الواه زيدوا حطوه في نزل وعملوا له معناه يجيبوا له طواقم طبية من العالم الكل وإحنا دمرنا هو يحكي على المخدرات تذكرت جون لوك دولارو مراد دون لو تون في سارة الفضيحة نتاعو والرأي العام الفرنسي الكل هنا بيير بالماد معروف في الدوائر المقربة منه على الأقل أنه مدمن الكوكايين حتى صارت الفاجعة هذه ليه أنتو كان جاي مدمن الكوكايين أبرك حاجتين أولا قضية الإدمان نجم تكون نجم كبير بيير بالماد في عالم الكوميديا نجم كبير معناه ممثل يعبي المسارح في فرنسا مدة 20 سنة وقت يعمل سبيكتاكل كل 3-4 سنين تأكدوا أنه يعبي مسارح فرنسا الكل لكن في نفس الوقت هذا لم يكفيه ليكون سعيدا لم يكفيه ليتخلص من الإدمان وهذا يطرح الإشكال والسؤال الوجودي الشهرة والأضواء ومحبة الناس ما تكفيكش خاطر فما جرح داخلي ولا فما شيطان داخلي قضية ثانية وتكما قال فتحي تقريبا كل ولا شيء ولا ساعات تعيشك في موندو في عالم يخليك تحب تهرب الضغط الخوف من النجاح بالضبط. الفشل بالضبط الأضواء باهية وخايبة في نفس الوقت الحاجة الثانية ومش نضيف حاجة كبيرة على فتحي تطرح إشكال لأنه هوني فما إحساس في رأي العام الفرنسي والعائلة بخصوص أنه لو ما كان جيش اسمه بيير بالماد لم يكن يعامل بالطريقة هذه كان جيش اسمه جون دوبوا ما هوش ممثل موظف في ستيغ فرنساوي ولا حتى معناها مرأة ولا راجل ما يخرجش بالبراسلي الإلكترونيك راهو شد الحبس وراهو ما لقاولوش حتى عذر باش يخرج وهذا وين ترى كمان احنا ديما نلوموا البلدان الغربية أما فما روح أما روح مواطنية حتى الممثلين اللي معاه قالوا احنا ما نجموش نقبلوا العائله هذيك
معناها دمرت نفسانيا بدنيا، حتى كان صاحبنا يتحمل مسؤوليته في الاجرام اللي كان بيه، وانه يكون ان تريتمون دو فافور، هو مواطن كي المواطنين الاخرين. نمشي نحكي معك على مادونا اللي صارت بين ظفرين مدمنه هي زاده، ولكن على علاقات مع شباب اصغر منها، نحكي على فرق السن اللي يخلط 25 و30 و35 سنه في جل العلاقات اللي الغراميه اللي دخلت فيهم في السنوات الاخيره. تدخل مع الكاميرا، هو شوف تدخل مع 60 سنه برشا كيفها على خاطرها تدخل مع 60 سنه، المراه مازالت شباب. اي برشا كيفها خاصه هي مشهوره، دونك عندهم الهوس من التقدم في السن، دونك هي باش تثبت لنفسها اللي هي مازالت امراه مرغوبه وجذابه، تخرج مع الصغار كيما برشا رجال زاد كيف كيف يخرج مع طفله صغيره باش يحس له هكا في كامل فحولته ومازال النساء تحب عليه الى اخره. دونك انا نشوف انه هي بصراحه امراه في عمر معين تنجم تعملها؟ لا مستحيل، خاطر هي شوف توران هي جمالها وشهرتها والفلوس، لكن من داخل فما اي خيبه ما له غزمومه. قاعد في جنينه في داركم واحد يحلل ويخيرها خايبه كل مره ترمي كلمه كيكة قاوه. لا بالحق تو هي امراه مادونا يعني قمه في الجمال والانوثه. ما عادش موميا نحكي كانت. دونك المفروض هي تو كي تكبر راهي معبيه من الداخل، راهي تعرف روحها اللي هي كانت مزيانه وراهي تقبل. اشوف مونيكا بلوتشي انت تو مونيكا تستاهل يا بابا. مونيكا موضوعي، مونيكا مش حتى مع ولدها. مونيكا موضوعي رجع روحها، روحها ما عندهاش مشكله مع العمر. خلينا نحكيو على الكره، قيمت المنتخب محمود مانيش باش نحكيو على الليستة ولا سامي اللي عيط لهم، خاطر ديما نقولها ما عندناش فلاتاتك اللي كان ما عيطلوش باش يتحلوا بلاتوات، المستوى متقارب. يبقى انك ترجع من كاس عالم ما تعملش تقييم، تقييم وحيد هبط بيان على الصفحه بتاع الجامعه التونسيه لكره قدم، اون انتير صار ما بين اعضاء الجامعه رئيس الجامعه المدرب وانتهى الموضوع، ثم نمر الى مرحله جديده. البلاتوات الصحفيين تسال وكانوا الناس هذيا ما عندهاش دي كونت اروندر، معناها على الاقل الراي العام مقبول هذا. هي ثقافة وطنية، سي سبور ناسيونال، هو انه نهربوا من المحاسبة ونهربوا من التقييم وكانه ما صار حتى شيء، راهو نجموا نختلفوا على أداء المنتخب. فما كما قال السيد وزير الشباب والرياضة، قال هذا إنجاز، جزء من الشعب التونسي راه انه ماهوش إنجاز، تربح فرنسا وفرنسا مترشحة، ماهوش إنجاز كبير. اليوم مع الأسف اليوم في تونس ما فما حتى حد ينجم يخرج ويقول رانا غلطنا، لا في الجامعة التونسية لكرة القدم ولا في أي مؤسسة أو إدارة أخرى، العباد ديما عندها الحق. هذاك علاش السي رفيق القائمة هذه هي ماهيش قائمة، هي مايلة وعمرها ما هي باش تقوم لها قائمة. يا بابا تحية افتخر الاستاذ والتلميذ. الاستاذ والتلميذ شهاده ان شاء الله مبروك. والله بالحق اختارنا بكل شيء، والله كان خرجوا على ليميت وانا سي جلال نحبوه الناس الكل، كان خرج حتى هو وقرر اخترنا مثلا اختيارات غالطه. حتى المشاركه والنتائج تنجم تدافع عليهم، لم تكن المشاركه الكارثيه. يعني عندك اربع نقاط، ربحت فرنسا، قول جينا في نهار خايب مع استراليا رتينا الكومبيتيسيون، ولكن تلقى ما تدافع عنهن تغيب بتاتا، ثم نمر الى مرحله جديده وقائمه اخرى. مخهم ما يقبلوش فتحي. لا للامانه الندوه الصحفيه قال راني قيمت المشاركه مع المكتب الجامعي وكنت حاضر وطلبت من الجامعه اني قيمه امام وسائل الاعلام، لكن الجامعه رفضت. اي نحكي على الجامعه. اي لا انا مش القادري. مقتدى نكمل معك. احلام شعر دياموند بيروك ب 30 مليار توانسه تقريبا، من حق الفنان يعمل شي يحب اذا كان عنده الفلوس ولا لا؟ ثم ليميت كي تفوتها ندخلوا في استفزاز الجمهور والراي العام في البلاد هذيك ولا في العالم؟ شوف قول لي. من حقه باش يعمل اللي يحب هو وقت اللي يبدا عنده ما يبيع. اما ذي اسمها احلام، وعادات عمرها تحلم باش تخلي حويجه، كي باش تمشي باش تخلي بيروك هذا مش باش تخلي حتى شيء. للات 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 للاتها أم كلثوم إبراهيم بك وما أدراك، مشات اسمها أم كلثوم إبراهيم بك، مشات خلات الأغاني نتاعها ريبرتوار للات للواتها من تونس نسمي لها، على ذكرى، على أمينة فاخت، على نعمة، على عليا، على درساف الحمداني، على آية دغنوش، كلهم، على عليا بلايد، كلهم طيارات يغنيوا خير، أسماء بن حمد يغنيوا خير منها مليار مرة. ما نحفظ لهاش كوبلي واحد. ملكة الباس واحد يمشي يخلي بوز، وينو البوز؟ اي حقها ولا لا؟ حقها بفلوس. فركسوا على البوز، هاي بفلوسها. هذه لا تفهموا لا رياء.
وهو حرام ساعة. الريف لا تبجح الريف نسين يوري مليارات حطتهم فوق يا مخديد ما تخلفش معاه. الريف هو كي تعمل خير وتحب تعمل خير وتحب توريه. تحكي مع المنشط انت زوج نشطوا لا نحكي معاك لا هو نشطي تفضل الريف هو كي تعمل خير وتحب توريه دونك ما عنده حتى عليه وذي تحب توري اللي عندها فلوس اي موضوع حتى فوق قبعتها 33 مليار ماني تفاهه ما فهم انا نحن في عصر التفاهه علاش تحكي في ابها حللها بالميشونستي هي لا لا مش ميشونستي محمود هو ما تحبوش الحق عليه رمضان حبوا حلوا عينيكم من بدينا رمضان قريش رمضان شنو نحن منين الباتروع باش يسالوا انا ما فهمتش ربي يعطاها الفلوس وما عطاهاش العقل السيد هذا اللي بجنبي عطاهاش الفن اللي عطاه الفلوس والعقل مش يعمل لهنا انا ما فهمتش يصفقوا عاد اما اذا ريت ربي سبحانه هذا لا يمنع انه احلام عندها غنيه حلوين راه وهي راهي تعمل في البوز عندها الامكانيات غنيه حلوين غنيه حلوين عندها عندها شنو غنيه قول عني ما تقول قول عني ما تقول ليش ناويلك على النيه صورني ضيع في وقتي نسمع في قول عني ما تقول برشا غنيه بحبك كل يوم وبحبك في الصبح كل يوم ويدخل انت في البوز هذا واعمل الشيء هذا كلموني ثاني عنك فكروني حب ايه اللي انت جاي تقول عليه مال شنو دخل هذا في هذا يا مقديد انت انا يمكن هذه مشكلتك مقديد ما تخلصش فاكر كان زمان حابب تواكب عصرك لا ما نواكبش عصري في التفاهه اليوم شعر عصري فيه فنانين توفاو ذكرى محمد ملحم بركات غولة اي توفاو لا عليها كل المغني الاخر اللبناني كل ما تعديه في الراديو نقول لك محلاه اللي هو فضل شك محلاه فنان هي ما تكسب شيء وننهي هي وننهي كيما انت صانع جوك حتى جابت انا جو معاك ايزي سام شبيك عدي الميتيو انت عدي ولا جو جو شبيك على الثانيه شو صانع جو يا جو يا جو ماكش منخ يا زي تمنعت كم لعدت تعديها الغنية ذي شاه ربي لعدت تعديها عليه خاطر عندي 300 غنية خير منها تعديه وكرديه تا 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 قبل بنص ساعة يحكي على رمضان والأخلاق والأخلاق قالك ما يحسش قالك ما يحسش رمضان رمضان تقول فيه الحق وقال سيدنا علي بن أبي طالب أيها الحق ما تركت لي صاحبا ما قعدتيش حتى صاحب انتكم كل حق نقصك احسان تخرج تو من البلاتون بايبي وعمل لها حق شبيك نقيب على عصابك بربي شبيك ليه مش على عصابي تعديني هذيا تو هكايا شنو هي فنانه عربيه اماراتيه عامله اقسم بالله اللي خدمته الكل هي ما يجيش في مقدمه لحتى انا سيدة انا هي المقدمه اللي تحب نعطيك الحب غالي عليك نعطيك الخرافه يا نقيب بدلوا شويه جو شو نلعبوا لا ما عادش تعديني احلام ما عادش نعديوا شو كي خبى منظر ورا الكرتونه اغزر له الله يعمل هكا من الكرتوش كيف تسليش يعني بيه لا من حق هاي سيد نمشيو للبدل شوية الأجواء نقيب سخن ونفعل تتسوي تطلع على غناية هاي سيد الأغنية رقم واحد سونيا مراد نقيب زياد محمود شحال نفلق يلا فقره والنقيب قاعد يدور في عريضه باش نبدلوا مقدم البرنامج ابدا انا نحب نشكرك خاطر انت المنشط الوحيد اللي تفتح لي المجال باش نعبر كيما نحب انا خويا نفتح لك المجال اما من بعد باش يقص لك في المونتاج هاي مفتوح في دقيقة فتحي المغرب رسميا يعلن على ترشحه لتنظيم المونديال مش أول مرة ذات يوم المغرب كان قريب من تنظيم المونديال مرة هذه بحظوظ وافرة مع إسبانيا والبرتغال المغرب تخلى عالمية كرويا المغرب حقه تخلى عالمية تنظيميا من عام 2010 هذا الترشح رقم 6 كما محمد السادس ترشح رقم 6 وكل مرة يتظلم خاصة في 2010 مع جنوب أفريقيا. شو دخل محمد السادس؟ كيف محمد حيتعبنا والله؟ شو دخل محمد السادس؟ ترشح السادس باش يتعدى، لا باش يتعدى. المرة هذه المغرب باش يتعدى إن شاء الله. تعرف مراد ونتبع الآن البلد الوحيد
اللي جاهز ينظم لو تقول له كأس العالم 2030 اليوم يقول لك المغرب راني جاهز. معناها إن شاء الله مع البرتغال وإسبانيا فخر العرب كرويا إن شاء الله فخر العرب وتكون تنظيميا كذلك وبعدين في المغرب يا رب إن شاء الله المغرب وتكون زيادة أول كأس عالمي منظمة على قارتين صارت تجارب بل كأس أوروبا ولا كأس العالم تنظمت على بلدين لكن المرة هذه على قارتين طبعا قريبة المغرب وإسبانيا حتى بالطيارة كي فارغة معناها فهم حتى مدن بنص ساعة أربع دراجات توصل لهم البرتغال بعد شوية لكن المرة هذه المغرب زيادة اختار التايمينج الباهي 2026 باش تكون أمريكا الوسطى يعني أمريكا كندا والمكسيك ينظموا إيسيا خذتها مع قطر البرازيل القارة الأمريكية خذتها مع البرازيل اللي تعود نجل ترجع لأفريك باش تمشي لأفريك وشوية لوروب زيادة لوروب ما نظمتهاش من 2007 احنا في الحالية في تونس حطينا فار وإحنا فار حطينا صحيح في تونس نحكيه على روسيا محمود المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنده وزن هذا ولا رئيس روسيا كلمة بركة نقولها من المنبر هذا نتوجه لبوتين ونقول له سلم روحك يا بوتين بالبوم زين هذا بوتين تو مبشور يراه في البارودي يترجموا له يقول له بهذا لابس مرايه تصفر تصور في عركته مع اوكرانيا واتحاد الاوروبي وامريكا يسمعني ويقول يسلم روحه بوم زين سلم روحه ما خير يسلم روحه في الكاميرا بوتين غدوه الصباح خطاب بارودي يبدا بوتين يخطب عنده وزن هو محاوله لزعزعت الاستقرار النفسي متاع بوتين لأنه بوتين اليوم معناتها وكأنه ما عادش ينجم يخرج من روسيا بخلاف البلدان اللي هو معاهم حليف اليوم بوتين كان يمشي للولايات المتحدة ولا يمشي لبريطانيا ولا يمشي لألمانيا حكينا مراد في الأوف قال لي تتساور بوليس في الديوان ينجم وقف بوتين مهما كانت البلاد إذا فما بطاقة جلب لانتربول لابد عليهم ما تساور ردود الفعل سهلة يقول لهم اسمع عندكم الزر النووي يعطيهم الكود فور البلاد فور برلين الهدف الهدف هم قلت لك هي في الحرب النفسية اللي بين روسيا والولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا خلينا نقول هذه من بين الأساليب المعتمدة كلمة بارك فتحي كلمة شوف بوتين كيفاش يتحدى في ماريو بول ماشي البارح هذه تصوير أي البارح المدينة المحتلة تاع أوكرانيا معناها يتحدى فيهم استفزاز كبير توا أنا يضحكوني الأمريكان والروس وكل بلاد ما تسماش ما همش منخرطين في المحكمة الدولية الجنائية ما همش منخرطين بايدن البارح يصفق وعلاش ما همش منخرطين خاطر ذوكم البلدان اللي عملوا الحروبات وذوكم اليوم كن يتعداوا على السي بي نحكيوا على السعودية اللي تمنع التصوير داخل الحرمين الشريفين نقيب مع وأخيرا المملكة العربية السعودية تحية لها كبيرة قيادة وشعبا على هالقرار اللي جاء في بقعته معليش شنو المقلق أن واحد يصور خطر كثروا على الأخ شوف يا سي رفيق الحج قاعدة من القواعد الخمس تاع الإسلام خشوع معناها ماشي تحج ماشي تغسل في ذنوبك ماشي للنبي الأكرم ماشي للروضة ماشي للكعبة الشريفة شنو سلفيات وذهوبات ومناقل وشرك تبرزق الخردة انت ماشي تحج الحج شروش بيه تحكي على الشوبينج اللي عملوه معناها شو الريق ذاك جبت لكم مناقل بدي الدلوع حكي فرحان بروح والعاش صلي انت ما جيت حاج تغسل ذنبك تجي هكا ابيض هذا ريحتك نقيب خديكش متطرف ساعات في اي تو انت كي تمشي تشري من بعد تكمل حاجتك تعمل لا ما نشريش ما نشريش لحظه خلينا نوصل الفكره معاك عاد انت ما تحبش تشري حسسني مرتك رفيق قال لك انا نشري انت ما نشري ولا خلينا نشري ماكش باش تشري لي راه نحكيو على الفكره ما نشريش انت تنجم تعمل شوبيك اما مثلا انك تصور وتهبط وليت ليميت شويه موضوعها في الحكايه في علاقه بمكان تعبد يا ولدي ادعي ولا الفرق تاع كره القدم وبالكذا في عرفات ما يستفزك ساعات ولي هكا صورني وانا ندعي صورني نقرا في القران لا وفيديو اسمع انا بعد الحرب ولات بزنس زاد رفيق ولات بزنس لانه توا فما انا راهو قاعدين فما برشا شخصيات عامه تمشي تصور وتعمل ببليسيتي لوكالات اسفار واحد دوك عارفوا اللي فيها بزنس دوك حتى في التسويق فما ذكاء كيفاش تعدي تصويره رفيق حتى في المساجد يا خويا زاد برشا ياسر المساجد فما فرق كبير المساجد مكان مغلق
اي اما نحكي على المسجد حاجه نورمالمون واحد يبدا خاشع يدعي لربي كذا. ما فماش ناس تصور في المسجد. لا والله برشا والله في ستوريات برشا يا رفيق قلت لك والله. ممكن بتاتر انا ما شفتش. يمكن زيد نتصور انا ضمن الاستراتيجيه السياحه استراتيجيه السياحه الدينيه. تصور تخرج بطريقه تليق بموسم الحج. فوالا وصلت الفكره. منع الازدحام. ازدحام وبيزاج معمول على بعضه. فيه نقصان. ما فماش. انت كبير الكعبه. لا ولا فرحان. عليه. انا عندي حشيشه. قدام هذي صحيح قدام هذي عنده شجر هذا مش شو دموه في الوضع هذا برشا فتوح شوف الاخبار الاخير اي الاخبار الاخير سونيا الرجل الهندي اللي قطع العلاقه بسبب انه خطيبته اخفقت في الامتحان تفهمها ولا مستوى التعليمي هو بيدو الذكاء هو بيدو مهم بالنسبه لي شوف الرجل هذا سخيف جدا على خاطر لو كان يحب مرته لو تفشل في كل امتحانات العالم هو مستحيل يسلم فيها ويقعد يشجع فيها ويصفق لها في نجاحها وفي فشلها ويدعمها ويقف معها مش المستوى الثقافي مهم بالنسبه لك تاخذ رجل اقل منك شوف المستوى الثقافي مهم اما ما تنجمش انت تختزل العبد فقط في علامات ينجم يكون انسان ما يحبش الرياضيات لكن هو انسان حنين وباهي الجغرافيا ما يحبش الجغرافيا مثلا لكن تنجم تكون حنينه وتحبك وهكا هكا بيك شنو قبل رفيق في وقت مقداد اللي توصل تاخذ الباك تتسبى واصله برشا على وقت مقداد عيسى انا قبل عيسى قبل مقداد شنو وقت مقداد هذا ما قبل الميلاد ما قبل مقداد انا توا رمضان ما بعد مقداد تفضل سي تفضل يا رفيق عملت فيا مسالش تفضل بالحق اي انا قبل محمود تفضل عيسى انا تفضل انا ماني فاهم شنو الباك وقت مقداد معناتها المراه اللي تاخذ الباك وقت مقداد تسمى واصله برشا تسمى ما هما لما حالة قبل وقت مقداد ما كانوش يخبروا عليه بالبوتبيله الباك بالبوتبيله بالبوتبيله يهمك المستوى الثقافي بالنسبه لك ما عندي قوت بالحق اي مهم ولا المستوى الثقافي قبل كل شيء ولا كلمه باري مهم شويه كوميم مهم شويه يكذب عليك اللي كوميم كوميم زيد اكيد لحظه ما خلص مع زيد اكيد مراه ما تخرجش مش تحكي معاها اي انا عليك كانك تقريت محسوب معي ما يقصش عليا رفيق يا اخي شبيك هيش يا نكي قال المراه ما تخرجش اخي وقاري خليك يا رفيق برافو انت تلمو قصيته في المونتاج انطق انطق توا اسمع باش حتى قد ما تمنسيني ديما موجود لازم نتعدى كيلكو بار زيد بالحق بالنسبه ليك مهمه شريكه الحياه ليه اني قلت لك رفيق انا ما نخش مراه ما تخرجش نقطه ورجع للسطر انا مراه العشيه ما تحلش كتاب تقرا ما نخش معاها شي مش نحكي معاها والله مثلا اليوم كنت تكتشف انه خطيبتك الفلوسه كذبه عليك في المستوى الثقافي ما تنجمش تكذب علي الفلوس عليه خاطر الكويز تعمله لي نعمله لها لي بسم الله ما شاء الله هو بيدو هو بيدو فتحي مهم بالنسبة ليك وننهي ضروري 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 هاي نختموا الحلقة بآخر مسابقة وزيد آخر مسابقة تود سويت شكون زيد هاي سي دي اي المواجهة الأولى نزلوا شوية محمود مراد زغيتي محمود ومراد أعطيونا الأذوية متاع شكون زيد محمود ومراد مراد محمود قداش تجمو تسميه من دولة في الاتحاد الأوروبي يلا مراد قداش 8 محمود 10 قداش 12 13 14 مبروك عليك 15 مبروك عليك 15 بلد في الاتحاد الأوروبي في 30 ثانية 3-2-1 توب كرونو فرنسا ألمانيا إيطاليا إسبانيا البرتغال لوكسمبور هولندا بلجيكا كرواسيا مالطا زالوا خمسة سلوفاكيا سلوفينيا صربيا السويد زلت واحدة دنمارك الجواب صحيح مراد الزغيتي الجواب صحيح مراد الزغيتي اسمع كان لاحظته سونيا تحسب وتصلي على النبي تحسب وتصلي على النبي لا وخمسه وخميس اللي عندي ما عند حد اللي عندي ما عند حد المواجهه الثانيه المواجهه الثانيه فتحي سونيا فتحي وسونيا قداش نجموا تسميوا لي
من غلة بالفرنسي. الله لا لو فتوح. ثلاثة خمسة ستة ثمانية صح عليك. لا لا يبعد مراد. لا 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 مراد مختلف. لا لا ولا لا ولا لا لا حطوه كرونو يلا. بانان فريز بوم بوافر 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 سوريز كلم حد عندك الوقت عندك الوقت في عقلك بيش شنو مش بيتكلم حد هيا مازالوا عشرة ما يتكلم حد فيك فيك بس واللي قبل فيك شنو هي؟ دات فيك جواب صحيح سونيا لوشي هاي برافو سونيا برافو وين؟ سونيا مراد بحفظ ماء الوجه نتاع هو بصراحة احنا ربحناه توا رفيق في زوز معناها مقابلات فهذه النادي لا ولا لا ولا بالذات ما تزعفش هذه له تعرفش علاش رجعوا لي الذو على خاطرك مطالب يا سيد النقيب أي. انك اعطينا اسامي مغنين تونسة رجال لا رجال سهلة قد ايه اسامي من مغني حيين ولا ميتين ولا حيين حيين لا عاد ما تصعبش عليا حيين مغني تونس لازم نسمي 40 مغني تونس 40 مغني حي بلاد تونس قداش مخرطين في النقابة يا النقابة كنت تاخذ من عنده في الانخيارات وتعرف تعرف تسميهم باهي نسمي خمسة 10 11 16 مبروك عليك عادي هو خواف هو هرب لا مبروك عليه سميني 16 لا لا كونت خاطر عنده الحظ يلا تعاود ترخبي وتقول لي درجه باهي قول 20 قول 20 17 مبروك عليك 20 مبروك عليك 20 زيد 20 خلي كمل معايا بكل ثقه لا مبروك عليك يا خواف خي خاف خواف عاد نقيب تصحح فيهم محمود سايبه عليك ما عادش يتكلم حد انا وزيد كهو 3 2 1 20 مغني تونسي ابدا يا بابا توب كرونو مقداد السيلي لطفي بوشناق زياد غرسه شو هو مسلح مسباح صابر باعي لطفي بوشناق قلت لطفي عبد الرزاق قليو لاعب الرزاق قليو متوفي كرباكا رؤوف جور كرباكا لحظه رؤوف جور لا عبد رؤوف جور كرباكا زياد تيم كلها لا اله الا الله عبد المجيد قلاوه عبد المجيد قلاوه عبد المجيد قلاوه سمير لوسيف وليد التونسي اي برافو زيدون اي بحر بحر برافو بالعشرين اللي قبل سمير لوسيف شكون عبد الرزاق قليوه وليه عبد المجيد قلاوه 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 ثم قلاوه وقلاوه فنان هذا ممتاز اما ادخلوا على اليوتيوب تلقاوه عبد الرزاق قليوه قليوه قداش قداش من مغني سما زياد المكي 12 20 قلت له 20 النقطه تمشي للنقيب مقداد التالي الاكتساح مراد سونيا مقداد اكتساح بالنسبة لحلقة اليوم وهكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا لليوم هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا لليوم من رفماك زياد المكي رومرسيمون يلا والله رومرسيمون للناس اللي تفرجت فينا وجمهور اللي حاضر معنا ورومرسيمون زيادة لجوزيف كواف ترقوه في اللاك ترقوه في النصر وترقوه في الزهرة مرسي بوكو جوزيف ومرسي بوكو العزيز اللي جي هوني وتعب معنا نقيب حركتك اليوم هايش النقيب اليوم هاي يا خويا تحياتي للسادة النظارة وإن شاء الله رمضان مبروك علينا وعلى الأمة الإسلامية الكل أمين يا رب وتحياتي لجيل أوبتيك شمام شارع الحرية صاحبنا سيدي الهادي اللي دائما وأبدا يتحفني بنظارة جديدة وبارك الله فيك محمود البيروتي الدنجري ريتو محليها هذيك كيراف باي أيوب باي أيوب أيوب اللي تلقاوها سير انستغرام كيراف باي أيوب سينو بوا أوبتيك بوا أوبتيك سينو اللونات بوا أوبتيك كما تراو تنجم تحط لابليك وتنحيها هذيك واسمع عودة الفازة هيك تحط لزابليك تولي صفرة تولي صفرة عندكم تروى كولور تلقاو بارتو وتنجموا تلقاو بوا أوبتيك تونيس على انستغرام سونيا نيوس نشكر ميزون دو غلامور على الاوتفيت المزيان فريل ستوديو على المكياج نشكر الجمهور اللي معانا واللي تفرج فينا وخاصه الناس اللي تكتب لنا في تعليقات حلوه برشا ميرسي بوكو بيغلوف وان شاء الله رمضانكم مبروك بيغلوف مفتوح ايوه
والله نشكر وحيد كواف حتى انا كيف في رغم اللي كواف شكر كواف شكر وحيد كواف في رياض الاندلس في اريانا كل عام وانت حي بخير ميرسي عايش اي اي حق حق انا ب... انا ب... يزمني يقول كل عام وانت حي بخير مرتي لم يلي تحت ريت وربي فضلنا ميلاده I love you اسمع I love you مراد في شيء ما تأخير تحية لتوينسا الكل ومبروك ليهم رمضان وكذلك عيد استقلالهم ويبدو لي نجم قمام ولو نكملوها ديما بحاجة إيجابية باسم فريق البرنامج أنه كنوا قريبين من زميلتنا جيان ميلاد في مصاب جلال كبير قلوبنا معاه في الظرف وفاة شقيقها صعيب ياسر ان شاء الله ربي يرحمه ان شاء الله ربي يصبرها تحيه من القلب لزميلتنا جيهان ميلاد ربي يرحم اخوك وربي ان شاء الله يرزقكم الصبر والسلوان احنا هكا دخلتوا نهايه حلقتنا شكرا لكامل الفريق تحيه لك مراد سونيا مقداد زياد محمود فتحي المولدي تحيه لكم انتم اللي تبعتونا ميرسي جوزيف كواف على الحلاقه شادي الجوهري على حلاقه اللحيه ملتقانا الاسبوع القادم ليلتكم زينه على خير.